أسرار مخبينها، مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها، أسرار مخبينها ونفسنا ما عندنا وما حدش ضامنها، أسرار مخبينها مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها، أسرار وحشتني.
اللي جابك؟ انت بجد تنسي بالباب مفتوح؟ انا حر افتح واقفله، دي مشكلتي انا بقى. انا زهر ما احتاج لك. اقعدي. هو الجديد؟ ما انت دايما محتاج لي. لا المره دي غير كل مره. مراتك رجعت ولا لسه طفشانة؟ لسه. عملت طيب والله، ريحت وارتاحت. دي حتى مخليها تامر ما بيروحش المدرسة. هترجع مصيرها، هترجع. ما احنا كده بنلف نلف ونرجع في الآخر. أنا تعبان تعبان أوي، حاسس إني ما نمتش بقالي سنين، عامل زي اللي واخد علقة موت. أنت اللي تعب روحك. يا ما كلمتكيش. هو أنت جاي تسألني عليها؟ يا زهر ما تستقبليش، انت اكتر واحده بتحسي بيا. تشرب معايا قهوه؟ لا مش عايز قهوه، عايز حاجه تانيه. عايز ايه اكتر من اللي خدته؟ نفسي ترمي في حضنك وانا يعني. نفسي انسى كل مشاكلي والقرف اللي انا فيه. نفسي انسى حتى نفسي. زي الأطفال تعمل عملتك وتيجي تستخبى فيها. يا ترى مكاني لسه موجود ولا ايه؟ دايما موجود والله. امال الزفت الدكتور ده ايه؟ يا شيخة جاتك القرف في ذوقك. مش قلت لك غبي؟ لو كان كده ما كنتش سبت الباب مفتوح. ما انت اللي مش عايز تريحيني ابدا. دور على مراتك وابنك الأول وبعدين أبقى رسيك. قلبت عليهم الدنيا مش ليهم، مش عارف أعمل إيه. عايز تلاقيهم؟ تعرفي حاجة ولا إيه؟ دور ورا الرحمة. شيك يا فندم. شكرا. ايوه هي جابتني هنا وشافت وقالت لي انها هتساعدني. والله يا سلمى دي طيبه قوي. انت يا بنتي بكلم نفسي. هي قالت لك بزينه؟ هي عرفت انا منين؟ انا اللي قلت لها عليه. على فكره هي بتيجي هنا مع واحده صاحبتها. وقالت لك بقى هتساعدك؟ وي والله انت هبله. انا مش هبله، انت اللي بتكرهيها. انا لا بكرهها ولا بحبها، انا بس عارفه اشكالها كويس. على العموم انت حره، خليني في حالي. مالك يا سلمى؟ انت غريبة قوي النهاردة. شفت عمر؟ عمر اللي كان جاركو واختفى؟ شفتيه فين ده؟ بقولك ايه؟ تعالي نقوم واحكي لك واحنا ماشيين. ايه ده؟ مين؟ بصي موجود ولا زي كل مرة؟ بصي مين معايا؟ حلو قوي ده، مكتوب لها صورة تانية. ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني انتي هبلة زي ما قلتلك. باشا صباح الفل، هنزل لك حالا بسرعة. طب اتنين شاي عندك؟
صباح الفل. محمد، اتنين شاي هنا. ماشي احنا يا ريس. عايزك في حاجة مهمة يا دوبش. مرنا يا باشا، هو الرقم لسه مزاولك؟ لا، نمرة تانية. تحت أمرك، هتعرف ايه. استنى، بترن. ألو. الغريبة إننا اتقابلنا وما سألتنيش عن مراتك ولا على اللي بتخونك معاه. أنا لازم أشوفك تاني. بسيطة، تشوفني تاني. طب إمتى وفين؟ الليلة. فين دي بقى؟ هقول لك وقتها. الساعة كام طيب؟ هكلمك وأقول لك. ألو. الو، شكلها قفلت السكه يا باشا. ايوه، ولو كلمتها تديني خارج الخدمه. شكرا. غريبه دي يا باشا، بس بسيطه نعرف الحل. اتفضل. الشاي. هي اسمها حياه، عايزك تعرف لي عنوانها وهي مين بالظبط. ماشي يا باشا، حاضر. بس ده رقم باسمها. حتى لو مش باسمها تتصرف. اعتبره حصل يا باشا. لو جبت لي خبر هدي لك اللي انت عايزه. ماشي يا باشا، اتفقنا. طب يا باشا، احنا ما قلناش معاك بالواجب خالص كده. انا مفهمش. معلش، انا لازم امشي. مش هوصيك. ماشي يا باشا، طمن يا باشا، في رعاية الله. شريف بيه، ازيك؟ عامل ايه؟ ادم موجود؟ لا والله ما جاش النهارده. انا عمال اكلمه على الموبايل ما بيردش. اكيد هتلاقيه في المستشفى بيطمن على حاله الهانم الكبيره. مستشفى؟ تحب ابلغه بحاجه؟ لا لا، خلاص. سي. شكرا. لو سمحتي، الدكتور هارون وصل؟ ايوه، قاعد مع الدكتور عز. قاعدين فين؟ احنا مبدئيا عملنا الاكس راي بعد ما سمعنا بالاوسكلتيشن ديمينيشت اير انتري على الناحيه اليمين، والهانم كانت بتشكي احيانا من سيفير كف والبين. حضراتكم عارفين في الاكس راي استاذ دكتور في فوكال ليجن في اللور رايت لوب وفي بلولر فيوجن. لوجيك، ده اللي يفسر حاله النهجان والضعف العام اللي هي فيه. حضراتكم طبعا عارفين ان ده ليه اكتر من دايجنوزيس مختلفه، يعني ممكن يكون اكتر من حاجه. وعشان نتاكد لازم ناخد عينه من السائل المتجمع ونعملها باثولوجي في المعمل. انا اشك انه يكون تيومر، لانه ما كانش فيه اي كحه بدم ولا ارهاق. انا شايف ان احنا نكمل فحوصاتنا وان شاء الله النتيجه هتكون خير يا رب. ايه يا انكل؟ ايه الاخبار؟ ايه، ما تردوا عليا في حاجه؟ ياسين اكيد اللي قالوا ده عادي، ومش كل ورم بيبقى حاجه وحشه. صراط المستقيم. مش انت قلت لي كده؟ تنزيل العين الرحيم. ارجوك فهمني، انا مش هستحمل كده يا عمر. خد حق. ارجوك فهمني. طيب لا يؤمنون الا شان في الحياه. انت بتعيط ليه كده يا عمر؟ ايه؟ ادم، كويس اني لحقتك. طنط عامله ايه؟ مش وقته يا شريف. وايه اللي مش وقته؟ مش وقته، سيبني في حالي. طب انت رايح فين؟ Thank you.
أنا قلت ده أنسب مكان ممكن نتكلم فيه. ادخلي. أنت مين؟ وعايزة مني إيه؟ وليه بتظهري وبتختفي؟ كلمين. تفتكر راجل ناجح زيك وليه علاقات كتير هكون عاوزة منه إيه يعني؟ أنت بتسأليني أنا؟ مش قلت جاية تتكلمي؟ ما تتكلمي، فهميني، أنت هتصعبطي. من فضلك ما بحبش الطريقة دي. طريقة إيه؟ أمال اللي بتعمليه فيا ده إيه؟ اتكلمي قولي انطقي، عايزة مني إيه؟ مين دي؟ ما ردتش ليه يا آدم؟ مين دي؟ انت عرفتي ازاي ان انا هنا؟ هو ده بس اللي يهمك؟ اعتقد ان انا بقى ما بقاش ليا مكان، هضطر استأذن عشان اسيبكم تتكلموا براحتكم. رد عليها، عايزها ولا تمشي؟ انا مش شفتك قبل كده كذا مرة كمان؟ شايفة قبل كده؟ يا رحمة انت مش فاهمة حاجة، نتكلم بعدين. وبعدين ليه؟ عايزني اشوف عندك واحدة معرفهاش وتقولي نتكلم بعدين؟ بلاش تتكلم انت، قولي لي بقى تعملي ايه هنا؟ والله لو هو عاوز يقولك يقولك، لكن انا بقى ما عنديش حاجة اقولها. اسكتي بقى، اكتمي. ما قلت امشي من الاول. امشي يلا غوري، امشي كده. المشكلة اتحلت؟ يا رحمة يا رحمة بس فهميني، انا عايز اعرف بس انت ماشيه ورايا ولا بتراقبيني؟ لقيت حالتك وحشه في المستشفى، جيت وراك لحد هنا، جيت اطلع لقيت شريف واقف تحت. شريف؟ كنت هطلع لك، سالت البواب قال لي عندك ناس فوق، قلت اطلع اشوف، وديني شفت. يا رحمه يا رحمه انت مش فاهمه، انا رديت على كل اسئلتك، من فضلك رد على سؤالي، مين البنت دي؟ مساء الخير يا ناريس. مساء الخير يا دكتور. تأخرت قوي كده ليه؟ أبدا يا حبيبتي، كان في شوية مشاكل كده في المستشفى وحلتها تمام. طب الحمد لله. انت عاملة ايه دلوقتي؟ كويسة الحمد لله. شوفي بقى، انا عايزك تقومي كده وتمارسي حياتك وبلاش الوهم ده. على فكرة نسيت اقولك ان التحاليل والاشعاعات وكل التحاليل اللي اتعملت طلعت زي الفل، مفيهاش اي حاجة ابدا تخوف. عارف يا هارون،
مشكلتك انك ما بتعرفش تكذب. انت بتقول ايه يا حبيبتي؟ هكذب ليه بس؟ احنا كبرنا كفايه وعشنا قد ما عشنا واخدنا احلى ما في الدنيا. احلى عمري اللي عشته معاك، مش عايزه اللي باقي فيه يبقى حمل عليك. ما بحبكيش تقولي الكلام ده. انا عارفه انا عندي ايه. عارفة ايه بس؟ حد قالك حاجة؟ انا مش محتاجة يا حارون ان حد يقولي حاجة، كفاية ان انا ابص في عينيك. حبيبتي انا هاخدك ومسافر ونروح احسن مستشفيات في الدنيا، وباذن الله هتخفي وترجع احسن من الاول. لا انا عايزة ابقى هنا، انا عايزة ابقى هنا، مش عايزة اسافر. ايوه بس العلاج برا. لا العلاج برا هو زي العلاج هنا بالظبط، واللي باقي لي من عمري ما تحرمنيش ان انا اكون في وسطيكم. اهلا يا فندم، نورت المكان. ميرسي قوي، كنت عايزه اقابل استاذ ادم. والله لسه ما جاش، بس حضرتك ممكن تستنيه لو تحبي. هو متعود يتاخر؟ لا والله هو زمانه على وصول. اوكي هستناه. حضرتك ممكن تتفضلي في مكتبه تشربي حاجه. اوكي قهوه ساده. ساعد حضرتك. لا ميرسي قوي. طيب اه خليه يخش. ادم كويس انك جيت، انا كنت عايزك. قول لي يا شريف، انت قلت الرحمه ان في واحده ست
عندي في بيت القديم؟ ايه؟ لا طبعا. يعني انت ما شفتهاش وانت جاي ورايا؟ لا انا كنت جاي وراك بس ما قابلتهاش. متأكد؟ هو في ايه؟ هو انت كل شويه يطلع لي موضوع جديد ولا ايه؟ يا اخي انا صاحبك، عمري ما افكر اني اذيك. يبقى كده رحمه ما كدبتش. كدبتش في ايه؟ انا مش فاهم حاجه. انت اصلا جاي لي ليه؟ انا كنت جاي لك عشان عايزك في موضوع مهم. ولما عرفت ان موضوع مامتك ده مضايقك قلت اجي اشوفك مالك فيك ايه. بس ايه؟ لا ولا حاجه، هو انا طالع لك بس لقيت واحده بتسال عليك وعايزه تطلع لك فمشيت. المصيبه بقى ان رحمه جات لي وشافتها. يا نهار ازرق، وعملت ايه؟ ولا حاجه، قلت لها اي كلام، قلت لها معرفه قديمه مش شغل وكان في مشاكل، ولما عرفت ان انا في البيت القديم جت. ما دخلش عليها الفيلم ده طبعا. لا صدقت، وده اللي محيرني. بقول لك ايه، هو انت؟ لا بقول لك انت، انا عمري ما خنت مراتي بعد ما اتجوزنا. امال الست دي مين؟ كانت جايه لك ليه؟ واحده معرفه قديمه. يلا سلام. سلام ايه؟ انت رايح فين؟ مش قلت لك عايزك في الموضوع. هقابلك بالليل، نتكلم هناك احسن. Et voilà, nous avons donc terminé la partie la plus importante dans la vie du grand écrivain Molière. Et j'espère que vous allez lire le reste du roman. Si vous avez des questions, venez me voir dans la salle des professeurs. Bien sûr, pendant la récréation. Nada, vous pouvez vous attendre à l'aise, Shmaya? Hatouhala? طب روحي واسمعي منه، بس اوعي تقولي انك شفتيها، اسمعيها الاول. هو في ايه؟ انتوا عمالين بتتودودوا من الصبح كده لوحدكم وسايبيني، ما تشاركوني اللحظة. يا غاد خليكي في حالك دلوقتي. انا غاد بلا مغاد. بونجور. مدام رحمة. افندم. بقول لك ايه؟ عايزاك تخلصي لي حكاية الرحلة دي بسرعة. وتشوفي مين اللي طالع معاكي من المدرسين. حاضر حاضر. انا اخترتك انت بالذات عشان علاقتك بالبنات، والرحله دي بنعملها اهو عشان خاطر نقربهم من بعض، وكمان يعملوا انشطه ويخرجوا جزء من طاقتهم. ميرسي بوكو على الثقه. حاضر حاضر. انت قدها يا حبيبتي. عن اذنك. ميرسي. اتفضلي. مدام رحمه. هاي ندى. تعالي يا ندى تعالي. استني ولا اقول لك؟ تعالي نروح على الكافيتيريا. تعالي. انت كويسه؟ تعالي يا بنت الايه، اكلت بعقلك كل حلاوه. يا شيخه خليكي في حالك بقى وشيليها من دماغك. انت مش فاهمه حاجه. استاذ ادم، في واحده منتظره حضرتك جوه في المكتب. طيب روح انت كمل شغل. اهلا يا سهر، ما كلمتنيش ليه؟ بيقولوا انك بقالك كتير. اتفضلي. معلش قلت استناك احسن. انا جايه لك في شغل. من امتى؟ مش انت كنت دايما تقول لي هاتي شغلك لما اعرضه لك؟ وانت ترفضي؟ عايشه عيشه الفنانه البوهيميه ورافضه التسويق. كنت معتمده على المعرض بس طلع مش نافع. انا جايبه لك معايا كام نموذج عايزاك تشوفهم وتقول لي رايك. ورينا يا ست. معقولة الشغل ده يفضل مرمي كده؟ كسل بقى، ما انت فاهم. على فكرة الشغل ده مطلوب من ناس كتير قوي. طب حلو، شوف انت بقى ايه الصح واعمله. همشي انا بقى. لا لا لا، تمشي ليه؟ اقعدي شوية، خليكي قاعدة شوية. انا بس مش عايزة اعطلك. لا مفيش عطلة ولا حاجة، اتفضلي. طمني، اخبار صحة مامتك ايه؟ والله الحالة مش كويسة ابدا. طب ما تسفروها بره. أبويا قال كده، بس هو أنا عارفها كويس أوي، هترفض. ما ينفعش، لازم تقنعها إن ده أحسن. ده اللي فيه الخير يعمله ربنا.
ربنا يطمنك عليها ان شاء الله. يا رب. ميرسي يا ادم قوي، ومعلش هتعبك معايا. لا تعب ايه، مش ده شغل، انا هكسب منه برضه. ميرسي. اوكي يا ادم همشي انا بقى. نورتينا. ميرسي قوي، لما يبقى في جديد بليز قولي. حاضر. باي باي. الحب مش حاجه ننكسف منها ابدا، بس لما يكون مش في وقته يا ندى بيبقى مشكله. انت لسه صغيره، مستعجله على ايه؟ ميرسي قوي لحضرتك. ندى انا مقدره مشاعرك قوي، عشان كده رحت قابلته. قابلتي؟ قابلته بحجه انه يعمل تغطيه في برنامجه على الرحله بتاعتنا وعزمته عليها. ايه ده بجد؟ بصي، ده البرنامج بتاع الرحله وده الكارت بتاعه، عايزاكي تروحي له الاستوديو وتتكلمي معاه. لا انا مش مصدقه اللي بسمعه. دي فرصه بقى تقربي منه وتعرفي اخلاقه اكتر، انا معاكي في كل خطوه. مدام كنت عايزه اعترف لحضرتك بحاجه، انا شفتك معاه وده اللي كان مخليني. انا زعلانه طبعا، شفتك في الكلاس. باردون انا اسفه. سيبها جبال. كلتك يعني بالكلمتين دول؟ انت بتقولي طول عمرك خايبه كده؟ المهم يعني انها جابت لها الواد الرحله وهتعيش. واد ايه يا بنتي وتعيش ايه؟ انا واثقه اصلا انها بتظبط معاه. هي بقى ملهاش غير ان انا ابعت لجوزها الصور. لا بصي على قد. انت على طول كده محبطه؟ انت على طول كده عبيطه؟ يا بختكم هتروحوا الرحله وهتعيشوا حياتكم. يا بنتي مش انا كلمت ابوكي وافق؟ استعبطتي؟ امي يا اختي قالت له انك خلعتي من الدرس وبقى شكل زباله. علاقه هبقى اظبطها لك. ايه ده؟ ايه تاني؟ مش ده الواد اللي شغال مع الشيخ؟ عمرو؟ هو ده عمرو؟ يا بنت اللذينة تعرفوا منين دي؟ مش كانت تجيب لي واد حلوة كده؟ ده انت عمرك ما عملتها واحنا صغيرين، تيجي وتقف قدام مدرسة البنات. كان لازم اشوفك. وديك شفتني. هي صاحبتك اللي كانت معاكي دي خدت بالها مني؟ وافرض ايه المشكلة يعني؟ لا هو مفيش مشكلة، بس هي ممكن تتكلم والشيخ وانت عارفة وهي كمان عارفاني ف انت بقيت بتخاف كمان. برافو برافو. راحة انت بتقفش كده ليه؟ ما انا شايفاك يعني بقيت بتقفش على حاجات غريبة قوي. انت لسه عايشة مع جدتك؟ ويه؟ بتزوري مامتك ولا؟ انت عارف ان انا محبش اتكلم عن الحكاية دي. واضح ان احنا محتاجين نقعد نتكلم كتير. اتكلم في اللي يخصك يا عمرو وانا هسمعك. طب بالنسبة اللي يخصك انت ايه؟ ماليش حق اتكلم فيه؟ سلمى سلمى. اهلا يا شريف. ازيك؟ منور. اهلا بيك. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ ميرسي، ربنا يخليك. اهلا اهلا. انا اسف اذا كنت جيت في وقت مش مناسب ولا حاجه. ابدا، بيتك تيجي في اي وقت. ربنا يخليك. بصي، هو سؤال ويا ريت تجاوبي عليه بصراحه. سؤال ايه؟ تعرفيش اي حاجه عن سماح؟ عن سماح؟ أسرار مخبينها، مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها، أسرار مخبينها ونفسنا ما عندنا وما حدش ضامنها، أسرار مخبينها مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها، أسرار نفسنا ما عندنا وما حدش ضامن، ولكل واحد فينا كلمة سر بيداري بيها اللي ما حدش يعرفه، الماضي مهما يقولوا عدى مستمر ما سابش حد في
قلبي وجع القلب وكان